بسم الله وكفى وسلام على العباد الذين اصطفى. السلام عليكم. نبينا عليه الصلاة والسلام حين سئل من طرف صحابي وطلب نصيحة من لدن النبي عليه الصلاة والسلام أجابه بلا تغضب مرارا، وختم بكلمة لا تغضب ولك الجنة. الجنة منا هي سلعة من الله وسلعته غالية. تحبون تسمعوا روحكم الغضب حتى في أمور التافهة تغضبوا، يعني كانكم رافضين كل ما خلقه الله من تجارب ومن حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. يعني كانك أنت تحب تصنع من نفسك ما تريد، أولا لست بقادر ولست بأهل، والله يفعل ما يشاء لا يسأل ما يفعل وهم يسألون. أنا أعطيكم حاجة بسيطة، لو تنظروا شوية إلى الآثار العقلية أو الفكرية أو من الأدبية اللي تنجر عن الغضب، يتعطل التفكير وينزل الشيطين. الشيطان يقول لك أنا جيت، أو صبلنا، يعني وليس ما بالنار، يعني تركيزكم يفسد، يقظتكم تضعف، ذاكرتكم تهبط، تولي حتى امتحاناتكم فيها نوع من التعسير. كيفاش انت محافظة يعني بذاكرة ضعيفة وتحب تنجح؟ اللي انت تعبت فيه أشهر يغيب عند الطلب، لأنك يعني مناوقة وقت الغضب نسيت اللي هو ماشي وصلك لهذه الحالة الرديئة في أنا باش تمشي تجتاز الامتحان. هذا بالنسبة لما هو من الفكري ونغو الما هو السلوكي. وقت تغلب من فم في نفسك وجسدك ما يهدم من قيمتك، وما يجعل الموتيفيشن يعني كيفاش انت الدفعيه نتاعك منا تنهار. فاذا بيت تولي تفر من كل ما حاجه هكا بتاعتك شويه تفر منها، يعني ما عندكش حل اخر، لانك يعني فرغت وهبيت قول بالعامي، يعني لفويت فلايت والا لم باس، يعني ترى روحك تسكرت السبل في وجهك، لأنه وقت اللي جاء الغضب ولا الغضب أعمك إبليس فأصبحت غير قادر على التمييز. فإذا بي بغياب قدرتك التمييزية تحس روحك مشلول، ولهذا لا تقدم لا تأخر، وهذه بلية كبرى والعياذ بالله. وتولي في بعض الأحيان تولي في حالة غليان وحالة هيجان، وهنا نار الغليان والهيجان يخليك غير فعل حسن في حياتك، تولي كل ما تقول كل شيء بدون غلبة طيبة. فاركحوا يا ناس، والله بما قسم الله لكم بعد اجتهادكم وتستخيرون الله خير لكم. وهنا اليوم انتم تركتوا النعمة دي، نعمة استخارة ربي في كل شان، وهذاك علاش تقاسيو. فارجعوا إلى ربكم وخصوا شوية من الوقت واهتمام باش تكونوا بين يدي الرحمن وتسألوه ما يفيدكم في الدنيا والمآل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته منه أرجو.